بعيد اللقطة هناخد مع بعض الاسك ولو لمرة نجوم في السماء لما تعرفهم بس المرة دي بشكل جديد هتشوفهم اللي خايف واللي قافش واللي شايف انه هارش فبلاش اللي جازف والباقي بقى انت عارف نجوم في السماء نجوم في السماء مفيش الخوف مكان واستماع نجوم في السماء نجوم في السماء هتشوف اللي ما شفتوش عندنا نجوم في السماء شريف اهلا بيك. مستعد لمغامره النهارده؟ جدا ومتحمس وكل كده اهو. يعني انت شكلك كده وراك قصه ورا السكاي دايفنج. بص انا هقول لك بس وعد ما تقوليش للراجل اللي هيلبسني الباراشوت ولا للطيار ولا اي حاجه. هيعرف اي حاجه. دي تاني مره يحصل القصه دي. رحت مره في برشلونه كان برنامج برضو كده وكانوا جايبين 30 شخصيه. ال 29 شخصيه نطوا وعملوا السكاي دايفنج ده. وانا الراجل فتح باب الطياره وجينا النط رجع ليه خاف بجد وما نطتش لو ما نطتش عملوا قصه تانية كده عملوا فيلم تاني والراجل خاف. بيتك مليان تفاصيل تحفه من الهند فوتيشيك من ايطاليا كل حته ديكور في بيتك اكيد وراها مغامره احكي لنا عنها. ده صحيح هي دي هوايتي ان انا بيتي يبقى فيه قطع انا بحبها من الدول اللي انا بزورها وخصوصا الدول الشرق يعني فعندي الدنيا كده سلطه ملخبطه بس في الاخر الناس بتقول انها متناسقه مع بعض ودي حاجه صعبه شويه. عشان تاخد تاشيره المغامر معانا النهارده وتطير في السماء أيوة. لازم تجاوب على اسئلتنا وعشان نشوف ان انت قلبك مقويك ولا الحماسه واخداك على الفاضي وكده نسالك بقى حبه اسئله عن المغامره. قولي تعريف الشخص المغامر من وجهه نظرك ايه بقى ده؟ ايه اللغة العربية اللي هي بتقولها دي؟ تعريف الشخص المغامر؟ يعني شايف المغامر ده لازم يكون مثلا شخصيته عاملة لازم يكون جريء وحريص وعينه في وسط راسه. مكان في مصر نفسك تروح تعمل فيه مغامرة؟ لا حتت كتير قوي نفسي اروحها، نفسي اروح سانت كاترين ونفسي اروح سيوة يعني دولت اكتر حتتين انا نفسي اروحهم قوي. احنا دلوقتي خلصنا اسئلة؟ وعشان تاخد تأشيرة المغامر هتروح تعمل VR تيست ونشوف بقى ساعتها ردود أفعالك وثباتك الانفعالي في حاجة زي كده. جاهز؟ يلا بينا. يلا بينا. فوق. خل جوه الدايرة. فين الدايرة؟ ايه ايه؟ خليك ماشي على طول على طول على طول. شكلي حفشل في البتاع ده. قولي يا غادة. غادة. يمين يمين يمين. ايوه ادخل الدايرة. ايوه ايوه هي دي بس خد بالك من الصخرة دي صعبة خد بالك ايوه خد بالك حاول ما استحالة طبعا انا فشلت في البتاعة دي. شريف انت 76% مغامر كويس 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 ده هيديك لقب مغامر يجي منه. انت دلوقتي جاهز لتأشيرة المغامر؟ طب اعمل ايه؟ بس قبل ما نطلع على الطيارة هتعمل فويس نوت هتبعتها لنفسك هتقول فيها مسج وهتسمعها اول ما تنزل من الطياره. يلا بينا. بص يا شرف شريف قبل ما ننطلق على مغامرتنا عايز اسالك سؤال كان نفسك مين يعيش معاك دلوقتي اللحظات دي ويعيش معاك المغامره؟ في صديقه واخت عزيزه وزميله وهي قريبه مني جدا كنت احب ان اشوف هيحصل فيها ايه لو اتربت من الطياره. هي مالهاش في المغامرات؟ لا هي ليها جدا في المغامرات وهي شخصيه جريئه جدا 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 بس معرفش هي عندها القدره تعمل حاجه كده ولا لا بس هي مش عارفه انا هعمل ايه. ايه رايك تكلمها دلوقتي وتعيشها معانا المغامره؟ ليه بجد؟ والله يلا مين بقى؟ ما قلتليش. سحر ناجي هي مذيعه. ايوه يلا دلوقتي حالا. سحر. الو. بونجور. فاكره انا طول عمري بقول لكم نفسي اعمل ايه؟ الحاجه اللي نفسي اعملها؟ انط اللي هو السكاي دايفنج ده، انط الباراشوت. ايه؟ تعمل ايه؟ انط تعمل ايه؟
انط بالباراشوت. انا قلت بس اكلمك عشان هم قالوا لي مين اللي كنت تحب يبقى معاك، وقلت لهم كنت احب سحر ديجي تكون معايا. تحبي ابعت لك عربيه تجيبك؟ طب انا قلت عموما برضو ايه تشوفيني كده واقول لك بقى اورفوار، انا مسافر من العاصمه الاسماعيليه. Don't you worry, don't you worry. يلا au revoir. يلا باي باي باي. نجوم السماء نجوم السماء. شريف جاهز؟ انت جاهزه؟ انا جاهزه. حاسس ايه؟ لا مبسوط قوي. متحمس؟ والله لطيف جدا. طيب هشوف مصر من فوق بقى ام الدنيا. هسالك سؤال سريع كده كده انت هتنط، بس هسالهولك تجاوب عليه في 3 ثواني. يلا. مين كان بيقدم برنامج نجمك المفضل في الستينات؟ ست ليلى رستم طبعا. برافو عليك. الله يرحمها. لا انت جاهز جدا. هنشوفك يلا. تحت. يلا بينا. احب ازورك في الفتره. ايه اكفلوكا انا وحبايبي ونغني غنوة عالسم سمية. يلا بينا. كفت من الهوا يا جدعان. بيصدع ده. الناس اللي شايفيننا لازم تيجوا تعملوا القصه اللي احنا بنعملها دي. جامد 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 ج
وقناه السويس ما كنتش متخيل انا هشوفها من فوق بالطريقه دي. ف هتعمل سكاي دايفنج تاني؟ اه طبعا، ممكن اروح دلوقتي لو عايز. نجوم السماء، نجوم السماء. يا شريف اهلا بيك. اهلا وسهلا، وصلنا بالسلامه. وانت نازل من السما كده قول لي احساسك كان ايه وفكرت في ايه وانت نازل؟ ما فكرتش في حاجه. بص، هو انا كنت عايز افضل فوق شويه. واحلى حاجه في الليله دي الجزء اللي انا دخلنا جوه السحابه، فاهم ازاي؟ ما كنتش متوقع ان هبقى جوه السحابه بنفسي وتيجي في وشي وفي عيني وكده، فدي بالنسبه لي كانت حاجه فظيعه. وانت بتعمل اي مغامره عاده بتفكر تخلصها امتى ولا بتعيش الوقت وما بيهمكش؟ اللي انت قلته ده، بعيش الوقت ما بيهمنيش. ما بيهمكش خالص؟ لا. لو كان وراك مغامره بتجازف وتصحى وتطبق زي النهارده؟ لا طبعا، انا بحب انام، وحتى لو مسافر بره بشوف الطياره اللي هتقوم من الساعه 2 3 الظهر عشان ما اصحاش بدري او ما اطبقش، بس عشان خاطر اهل اسماعيليه حبايبي طبقنا بقى عشان نيجي نشوف اسماعيليه وجمالها. مش مصدق نفسي بجد، بلد حلوه من فوق ومن تحت وباهلها طبعا كمان. الاسماعيليه انت واقف في مكان تم تطويره من بعد ما كان منطقه عشوائيه وبقى مكان هايل جدا، قول لي رايك في المكان. كان في عشوائيات في الحته دي، بقت حاجه خرافيه. شفت قناه السويس الجديده والقديمه؟ اول مره تزور اسماعيليه، نفسك تجرب ايه من الاكلات الاسماعيليه؟ مانجا. بس كده؟ عايز اكل مانجا. ما نفسكش في السمك؟ لا انا عايز اكل مانجا. طيب. لا اكل سمك وحلي مانجا. باداء المذيع عايزك تعمل انترو كده الاسماعيليه وتدعو كل الناس تيجي يشوفوها. طيب 3 2 1 يلا. بصوا يا جماعه، احنا دلوقتي في اسماعيليه. اسماعيليه من طبعا مدن القناه، مدن القناه زي ما حضراتكم عارفين، اسماعيليه والسويس وبورسعيد. اسماعيليه مشهوره بالاكل، اكلها حلو قوي، اهلها لذاذ جدا. طبعا النادي الاسماعيلي، اهلا وسهلا اهلا وسهلا. وحصل فيها تطور غير عادي، حاولوا تيجوا تزوروا اسماعيليه هتتبسطوا قوي. في اماكن كتيره ممكن تزوروها، التمشيه والممشى الجديد هتتمشوا عليه، فسحه حلوه قوي، اكل حلو قوي وناس حلوه قوي. اسماعيليه. طب ممكن نسمع الفويس نوت اللي انت سجلتها قبل ما تعمل سكاي دايفنج النهارده في اسماعيليه؟ احساسي الحالي ان هم انا ما نمتش ومطبق وتعبان وجعان وعطشان. كنت احب ان احنا في الصيف اكتر، عشان وانا راجع كده ان شاء الله اجيب لي قفصين مانجا من هناك، بس ده مش هيحصل برضو علشان مفيش مانجا. والسلام عليكم ورحمه الله، وتحيه مصر، وباي باي يا شرف، ونشوفك كمان شويه. بقول لنفسي باي باي.
وبتبني عشان مستقبل ولادي.